وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين ما خاب من تمسك بكم أمنا من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما يا غريب يا مظلوم يا مظلوم كربلاء يا أبو علي تبكي العيون بدمعها المتوردي حزنا لثاو في بقيع الأرخدي تبكي العيون دمايا لفقد مبرزين من آل أحمد مثله لم يفقدي أي النواظر لا تفيض دموعها حزنا لمأتم جعفر محمد للصادق الصديق بحر العلم مصباح الهدى والعالم المتهجد رزء له أركان دين محمد هدت وناب الحزن قلب محمد رزء أصاب المسلمين بذلة وهوى له بيت العلا والسؤدد رزء له تبكي شريعة أحمد وتنوح معولة على بقلب المكمد عم الضلال لفقد هاديها فقل
فقد الرشاد بها لفقدين مرشدين رزء بقلب الدين أثبت سهمه ورمى حشاشة قلب كل موحدين ثلم الهدى والدين منه ثلمة حتى القيامة ثلمها لم يستدي مدى جنايات آل الطليق وما الذي جرى من فعل رديء قد أنزل يتمر البلاء بجعفر نجم الهدى مصباح شرعة أحمد والله والله من المنصور قاس جعفر هو محايا نغر لام من الخلق الله شه الأحوال كم مرة الحاجب يجي لبظلمة الليل يتصور البيت ويهجم الرجاج من على فراشه يسحبون ودمعه يسيل مقيود مثل المرتضى اللي انقاد بحبه ناب يمنعونه عن دعاه وصلاته ومن وسط محرابه يجرون بعباته ولجلة تشق الجيب حراته وبناته في الدار تتصارخ عليه جميع العيال اي حبيبي ها تبخل بدمعك لا تبخل بصوتك الليلة جاي تعزي الزهرة ها تعزي ابناء الامام عليه السلام وبس ما يطلعون حريمة حوم بالدور تسمع لهم حطمونة واصفع للصدور هادي تنادي ريت واروني بالقبور وهادي تقول ما اريد هالمعيشة لتدهش البال اويلي هادي تنادي حالة الزهرة البتولة يوم هجم عليها وخذوا عز الحمو وهادي تنادي ساعد الله العقيلة يوم هجم عليها وبقد في واليتم ذا اويلي بتوقف على الباب تترقب مجيء كل ما طالع حجرة منه خليا صاحت عسى سالم إمام جعفرية وهادي تحوم المنزل وتتعثر بالأبيض من رجع سالم يهلونا سلامات
وهذه تحضنه وهذه يتقبل اقدام هذه تنادي دومك الله لليتامى ظلك عسى سالم ظلك عسى دايم يا من للعالم ظلا ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وما ربك بغافل عما يعمل الظالم. قال إمامنا الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام من زار المسلم أخاه المسلم في الله ولله نودي عليه أيها الزائر طبت وطابت لك الجنة. صدق سيدنا ومولانا عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام. الإمام السادس من أئمة المسلمين ومن خلفاء الله في العالمين، عملاق هذه الأمة ورائد نهضتها الفكرية والعلمية، الذي ملأ الدنيا بجميع علومه على حد تعبير الجاحظ، ومن فيض علومه انتهل أئمة المذاهب الإسلامية الأحكام الشرعية في العبادات والمعاملات والعقود والإيقاعات، والذي لا تزال ثرواته نذية تزخر بالعطاء وإليها يرجع الفقهاء الإمامية في استنباطهم للأحكام الشرعية كما يقتبس منها علماء القانون فيما يؤسسون من أحكام. فالإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام الذي نشأ في بيت من أجل بيوتات الله وأعظمها شأنا، إنه البيت الذي أشرقت منه رسالة الإسلام التي مدنت الأمم وكرمت الإنسان ومجدت الفكر. في هذا البيت الطاهر نشأ إمامنا وترعرع في كنف جده إمامنا زين العابدين عليه السلام، الذي كان يرديه بمواهبه وإيمانه وتقواه، والذي كان يهيئه للإمامة الدينية والعلمية من بعد أبيه الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. ثم من بعد جده زين العابدين قام إمامنا الباقر أيضا بتغذيته بجميع أنواع العلوم والمعارف، باعتبار أن إمامنا الباقر هو المؤسس الأول لجامعة أهل البيت بعد إمامنا زين العابدين عليه السلام، باعتبار أول الأئمة من أخذ يبث علوم أهل البيت في مسجد المصطفى صلى الله عليه وآله، هو إمامنا زين العابدين. لكن جاء من بعده إمامنا الباقر ووسع هذه المدرسة، ولكن توسعت هذه المدرسة أكثر فأكثر في عصر إمامنا الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا ظروف الأئمة من إمام إلى إمام تختلف، يعني ظروف الإمام زين العابدين عليه السلام تختلف عن ظروف الإمام الباقر، وإن كانت إمام الباقر ظروفه مشابهة لإمام الصادق.
لكن باعتبار أن إمامنا الصادق هو شيخ الأئمة، هو أكبر الأئمة سنا، عاش في الدنيا حيث كان يوم شهادته عمره الشريف 68 سنة. هذا جانب. جانب آخر أن الإمام عليه السلام عايش مرحلة انهيار الدولة الأموية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى بداية نشوء الدولة العباسية. يعني نقدر نقول عنوان بين قوسين انشغال الظالمين بالظالمين. احنا دائما ندعو ليل ونهار، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين بحق هذه الليلة واخرجنا من بينهم سالمين بحق محمد وآل محمد. إذن الفترة التي انشغل فيها بنو العباس مع بني أمية، باعتبار أن بنو أمية كانوا في انهيار دائم وهم يتلقون الهزائم الواحدة تلو الأخرى، وبني العباس لم يكن في مصلحتهم في بداية نشوء دولتهم أن يفتحوا جبهة مواجهة مع أهل البيت أو مع أتباع أهل البيت، وإن كان بنو العباس قد رفعوا شعار ولكن تنكروا لهذا الشعار. هذا الشعار نقدر نطلق عليه قول الأمير عليه السلام عليه أفضل الصلاة والسلام: كلمة حق يراد بها باطل. دول رفعوا شعار الانتقام لمظلومية أهل البيت، ها؟ لكن نقول كما قال شاعر: صلى المصلي لأمر كان يطلبه، فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. ارجع للتاريخ وشوف يا مؤمن كيف صنع بنو العباس بأهل البيت وأتباعهم وأشياعهم معشار ما صنع بنو أمية. وبالفعل لكن احنا نقول هالفترة إخواني آبائي التي انشغل فيها بنو العباس مع بني أمية، الإمام استغل هذه الفرصة الذهبية، حيث استطاع إمامنا عليه السلام عبر هذا المحور العلمي الذي اعتمد عليه والذي استطاع من خلاله أن يبث علوم محمد وآل محمد. وهذا في الواقع إخواني أوائي من المحاور التي اعتمد عليها إمامنا، وهو من ضمن 3 محاور: محور علمي ومحور اجتماعي، والمحور الآخر هو واقعة كربلاء وربطها بواقع الأمة أو بحياة الناس. وهي من الأدوار العظيمة الجبارة التي اعتمد عليها إمامنا في مواجهته للمجتمع. طبعا المحور العلمي هو ما يتعلق بتلك الجامعة التي أسسها، والطلاب الذين تخرجوا، يعني تتحدث الروايات عن تلك الجامعة التي كان يتراودها القاسي والداني من مختلف الأقطار، والذين تتلمذوا فقط على مستوى الفقاهة، أن هذه الجامعة قد تخرج منها 4000 فقيه. هذا غير تجي إلى طلاب العلم، تجي إلى الرواة، تجي إلى الخطباء، تجي إلى المحدثين، ها؟ كل ممن كان ينهل من تلك الجامعة، حتى أنه كلما ذهب إلى أي موقع، إلى أي بلد، يقول: حدثني جعفر بن محمد. طبعا الحديث حول هذا المحور العلمي ذو شجون، يعني يكفي شهادة أئمة المذاهب أبو حنيفة: لولا السنتان لك النعمان، ها؟ وغيرها من الأقوال التي شهد بها الفقهاء والعلماء في أفضلية الإمام في علم الإمام. وتعال يعني تارة أنت تيجي اليوم إلى زمانك، إلى على مستوى الفقهاء، تجد هذا الفقيه متضلع في الفقه، وهذا الفقيه في العقيدة، وهذا في الفلسفة، وهذا علم الكلام، ها؟ وهذا في هذا الجانب العلمي. لكن شوف أنت، يعني لما نرجع إلى ما ذهب إليه الشيعة الإمامية، وهو أنه لم يؤتى أحدا من العلم وفصل الخطاب بمثل ما أوتي محمد وآل محمد.
محمد. وبالفعل يعني هذه الجامعة لليوم بصماتها وآثارها لا زالت موجودة إلى يومه. وارجع أنت اليوم إلى علماء الغرب، أكو كتاب أحد الخطباء يحدثني عنه من العام الماضي، الإمام جعفر الصادق عليه السلام عند علماء الغرب. تشوف اليوم العلوم التي تدرس في جامعاتنا، في معاهدنا، في كلياتنا، في مدارسنا، علوم الدنيا وعلوم الآخرة. وإن كنا اليوم في زمننا هذا الذي يريك العجب العجاب، نجي في زماننا اليوم احنا اليوم نقدم علوم الدنيا على علوم الآخرة. العلوم التي كانت تدرس يعني أكثر باعتبار عصر الإمام كان يطلق عليه بالعصر الذهبي لانتشار العلوم الإسلامية وغير الإسلامية فيه، يعني كعلم غير العلوم يعني مثلا العقيدة والفقه والأخلاق، الفلك والتاريخ والبلاغة والعربية، وغيرها من العلوم التي كانت تدرس في جامعة أكثر من 12 مادة تدرس في جامعة الإمام. وهذه اللي امتدت آثارها إلى يومك، وإن حاول خصوصا النواصب وأعداء أهل البيت، يعني تجي لبعض العلوم مثلا كعلم النحو، علم النحو لأن لما جينا ندرس في مدارسنا ما يذكرون أن هذا المؤسس العلم هو مثلا أمير المؤمنين عليه السلام. يجي يذكر لك أبو الأسود الدؤلي، ليش؟ لأنه محسوب على أهل السنة والجماعة. زين، وصحيح هذا فقيه متضلع في علم النحو، لكن من الذي علم أصول هذا العلم وجوامعه وفروعه؟ ومن اللي قسم وجوه الإعراب؟ ومن الذي قسم الكلمة إلى معرفة وإلى نكرة غير أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام؟ إلى أن يقول ابن أبي الحديد، وهذه شهادة نعتز بها، وهذا يكاد أن يلحق بالمعجزات. يقول أن النفس البشرية لا تعي أو لا تفي بهذا الحصر. فعليه أنت تشوف هذه العلوم التي انبثقت من تلك الجامعة واللي لا زال يستفيد منها الغرب أكثر من يمكن حتى من المسلمين. يمكن الكل منا يتذكر، مو أكو طلع قبل سنة سنتين أو ثلاث سنوات عنده مرض يسمى بإنفلونزا الخنازير، تذكرون لو لا؟ خلوا نص الناس ما تروح الحج حتى يخوفون الناس، خصوصا أيام موسم الحج. والبعض قال وهذا والله هذه كذبة أمريكية، حتى أمريكا يقولون فلست خصوصا بعض ضرب البرجين، وعلى قولتنا تبى تطلع فلوس خصوصا من العرب السدج، خصوصا على رأسهم حكامنا دولة انبطاحيين لأمريكا، حتى يشترون هالأدوية وهالعقاقير وتباع على دول شرق الأوسط بأكمله. زين، ترى هذا المرض المسمى مال إنفلونزا الخنازير ترى مو غلط، صحيح. أكو بعض الروايات حتى الكتاب هذا اللي الإمام الصادق عند علماء الغرب يذكر مثل هالتجارب، أن الإمام أدخل على مريض وسئل مما يعاني هذا المريض، قال أنه يعاني من حمى الخنازير. يعني هذا الاسم مو جديد، هذا الاسم اكتشف ووجد من ذلك اليوم أو في تلك الجامعة، هالجامعة اللي هي علومها من علوم أهل البيت والتي هي مصدرها الأساسي هو قلب حبيبنا محمد. فعليه هذا محور، وفي بعد كلام كثير لكن وقت ضيق، أنا ما أريد أطيل عليك، مجرد أتناول بعض النفثات في كل محور. المحور الثاني وهو المحور الاجتماعي. طبعا لما انجي الى حياة الامام الصادق هي لا تختلف عن حياة ابيه ولا عن حياة ابائه واجداده ولا عن حياة جده المصطفى صلى الله عليه وآله، وهذا في الواقع ما نراه، كيف انهم كانوا يعيشون مع الامة ويعالجون مواضع الانحراف فيها ويسعون الى قضاء حوائج الناس وادخال السرور في قلوبهم. ولهذا أئمتنا سواء الإمام الصادق أو ممن سبق أو ممن جاء من بعده لم يكونوا في معزل عن الناس، إلا إذا اللهم أنهم كانوا تحت الإقامة الجبرية كما حدث للإمام الهادي والإمام أيضا الصادق، أو كما أودعوا في السجن كإمامنا الكاظم عليه السلام أو إمام العسكري وغيره من الأئمة. هذا على قولتنا أمر آخر.
لكن طالما كانوا أحرارا طلقاء لم يكونوا في معزل عن الناس. وهني هنا تتبين حقيقة الإيمان. يعني تارة أنا أعتزل عن الناس، تارة على عقولتنا أكون منزهق على الدنيا وعندي المال وعندي القصور وعندي الأبراج، ويمكن أكون مسؤول على الرعية وحاكم على الناس، لكن أترفع على الناس، ما أنزل إلى الناس ولا أعيش أعلاهم ولا أحزانهم ولا أفراحهم ولا أتفقد أحوالهم. وتعال خصوصا اللي على قولتنا قد غره حب الملك أو السلطان أو أعمى قلبه حب الدنيا، وتشوفه يجي ويلصق على قولتنا صدره مسميات، يحط على صدره شرايط، وما باقي اللي يقول. ولهذا لا تتعجب إذا شفت واحد من ذول المزهقين على الدنيا أيامك وقال أنا ربكم الأعلى، لا تتعجب، لأن أمثال فرعون موجودين، لكن يمكن ما يقدر يجرأ أمام العالم، لأن بعد زماننا غير زمان فرعون. زمان فرعون ما في تلفزيون ولا في بلوتوث ولا في واتساب ولا في تويتر ولا فيها العلوم اليوم المستحدثة اللي وصل إليها وتطورات الإنسان، صحيح لو لا؟ يمكن نجي يتجرأ يقول يوم يمكن أعلن هنا خطاب وأقول أنا ربكم الأعلى. لما نرجع حتى لقبل 40-50 سنة، الأخبار متى اليوم الإنسان؟ زماننا يختلف عن زمان أول. زمان أول واحد يتكلم على قولتنا يتكلم ليل ونهار إذا في منطقة ونائية، ولا أكو هناك تسجيل، ولا أكو هناك هاتف، ولا أكو هناك تلفزيون ولا قناة اللي يحكي على الهواء. لكن اليوم تتكلم كلمتين في ثواني معدودة تحصلها حول العالم، صح لو لا؟ زمان يختلف. فعليه إذن أئمتنا عليهم السلام عاشوا مع جميع طبقات المجتمع، عاشوا مع الغني مع الفقير مع الأبيض مع الأسود. ما كان عندهم اليوم مثل زماننا وواقعنا، وهو زمان المحسوبية وزمان الموالاة وزمان المحبين والأتباع. لا، عندهم هذا المقياس الإلهي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولهذا شو اللي اليوم احنا مسكنا بأهل البيت ونتعجب ونمذهل من مواقفهم. تعال شوف تلك الأخلاق وذلك السلوك والتعامل حتى مع أهل المعاصي، حتى مع المخالفين. شوف لما يجي الواحد يشتم الإمام من أئمتنا ما يجي ما يبادله بالمثل، لما يسبه يمكن أنت اليوم قول احنا نختلف من واحد لآخر، هذا يتحمل مرة، هذا مرتين، هي ثلاث، ها؟ إلا إما لما يجي واحد يشتمه يتلو هذه الآية والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. يمكن واحد يرمي على كلمة لكن أنت تارة ما تجيبه لكن ما تعفو عنه، يبقى في قلبك على قولتنا في شنو عليه؟ ما أخذ على أخوك هذا المؤمن. لا. أهل البيت يعلمونا هذا التعامل الحسن، أهل البيت يعلمونا كيف نحمل بعضنا بعضا على الخير. تارة أن تصدر مني كلمة سوء يساء فيها الظن، تارة أتخذ موقف أقع في فخ أخطأ، نشوف رب العالمين يتوب ويغفر ويرحم، يجيك واحد من الناس لا هذا لا تتوبون إليه لا تغفرون إليه، ها قاطعوه، هذا فلان هذا شهربه، هذا لا، هذا مو أخلاق أهل البيت عليهم السلام. وهذا يقول الشاعر ملكنا فكان العفو منا سجية، ولما ملكتم سال بالدم أبطحون، وحللتم قتل الأسارى، وطالما عفونا عن الأسرى نكف ونصفح، فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. فعليه، ولهذا تقول الروايات أن الإمام يوم من الأيام إجا وشاف واحد يقال له الشقراني، هذا كان معروف عند المجتمع بشربه للخمر، وكان أيام العطاء أيام المنصور الدوانيقي. يقول لما أقبل جعفر بن محمد فسألته أن يعطيني مثل ما أعطي غيري من الناس، يقول حال أنا واقف ماكو أحد لي ما حد يشفع لي. يقول إن دخل الإمام بيت المسلمين وخرج وأعطاني عطائي في كمه، لكن الإمام نصع هذا الشقراني. تتارة يجيك واحد عاصي يقول لك فلان من الناس طلبتك، وتقول له والله انت ما تستاهل، انت واحد منحرف، انت انا عاصي. لا، انت يمكن هذا لما يكون معروف في المجتمع بفعله المشين بانحرافه بعصيانه حاول تستوعبه. ليش؟ لان تارة يلجأ الى مؤمن
يرجع له واحد إنسان تقي وراء ويقضي إليه حاجة، يسدله معروف، يطرق بابه، يساعده، يمكن لما يكسب عليها الجميل يقدر يهيئه ويقدر يفتح قلبه ويقدر ينفذ إلى قلبه وينبه عن غفلته. وهالشكل إمامنا كان يصنع ذلك. إمام لما إجي وقال لي شقراني أريد عطاء، إمام ما يعرف أنه يدري عنه ويعرف عنه أنه يشرب الشراب، لكن لم يتوانى عن خدمته بل ذهب ودخل الإمام وخرج بعطائه. هذا أمر وهذا درس من حياة الإمام، نريد نجسده على أرض الواقع. ثم الإمام لما قضى له الحاجة بادره بالكلام، لما تهيأت نفسه للموعظة فتح قلبه، وهي يقول من شروط الأمر بالمعروف أو النصيحة، لما جي أنصح أخوي المؤمن تارة أشوف عاصي، تارة في غافل، تارة يرتكب معصية، ها؟ يقولون هنا لازم توفر شروط، ضمنها هل أن هذا قلبه منفتح لك، هل أنه يسمع كلامك إلوك تأثير لما تكلمه، هذا لي دور. بعد انت لما جيت تنصحه لا تجي تذكر له الشيء السيء فيه، اول ما تنصحه تقدم له الامور الطيبه والحسنه وافعاله الطيبه اللي يعمل بها، ثم بعد ذلك تذكر إليه مساوئ الاخير، تقول له حبذا يعني مثلا ما تفعل هالفعل، تترك هالمعصيه، تركه، انت انسان محترم، ابوك زين، اخوك زين، من عائله محترمه، كذا كذا. هذه اساليب احنا بحاجه اليها، خصوصا اذا اردنا نبني مجتمعنا، خصوصا إذا أردنا أن نقضي على الفساد المستشري في مجتمعاتنا. هذه أساليب نبي أمس الحاجة إليها. ولهذا شوف الإمام شنو قال لي لما أعطى، قال لي إن الحسن من كل أحد حسن وإنه منك أحسن لمكانك منا. يقول أنت محسوب علينا من الشيعة، كلما عملت بالحسنة تكون أنت ثوابك أعظم من ذاك المخالف، أعظم من ذاك الغير موالي والمتبع لولاية أمير المؤمنين وولايتنا أهل البيت. وإن القبيح منك هو قبيح وإنه منك أقبح لمكانك منا، يعني تكون عليك المعصية أعظم من ذلك لأنك أنت من تبعنا. هذا شوية أثرة. ولهذا نجد أيضا من الأسلوب الذي استعمله الإمام أن الإمام جاء كلامه على شكل صيغة عامة، يعني لما حتى واحد واقف أو الجماعة جالسة أو واحد مار يعرف، مثلا ما يعرف أن الإمام يقصد منه في كلامه، وبالفعل ها، وهذا دليل على احترام المقابل، احترام شخصية الإنسان من دون أن تقدح. لأن أنك تارة إن جيت تنصح ولدك أنت اليوم حتى بين الآباء والأبناء، تارة في ماتم في مسجد في أي مكان، أجي أزجر ولدي ويمكن أجي أشهرب على رؤوس الأشهاد وأبوخة وأقط عليه بعض الكلمات أمام الكبير والصغير، أنت تعرفها من الأمور التي تسبب انفصام في شخصية الولد أو في صديق أو في جارك أو في أخوك المؤمن. لا، لا تنصح على رؤوس الأشهاد. من وعظ، يقول الإمام العسكري عليه السلام، من وعظ أخاه سرا فقد زانه، ومن وعظه جهرا فقد شانه. فعليه الأساليب ودروس احنا بحاجة إليها من حياة الإمام، هذا في علاقته مع عموم الناس. أذكر نقطة أخيرة وأختم من خلالها إن شاء الله ما طولنا عليكم، في علاقته بأتباع مدرسته. طبعا لما إنجحنا لعصر الإمام إخواني أبائي، نجد عصر الإمام عليه السلام تكون فيه مجتمع يدين بالولاء والاتباع لمحمد وآل محمد. باعتبار أن أطروحة أهل البيت كانت مغيبة على عقول الناس، واحد يقول يمكن مولانا شنو دليلك؟ دليل أن واقعة كربلاء إخواني آبائي لم تنجب سوى 72 ناصرا للحسين. هذا دليل على شنو؟ دليل على أن أطروحة أهل البيت كانت مغيبة على عقول الناس. لكن متى بدأت الناس تعي موقع الأئمة؟ بعد استشهاد الحسين. طبعا الأدوار اللي قام بها الأئمة كإمامنا زين العابدين مع عمته زينب في هالمسيرة، مسيرة الثورة ورحلة الشهادة التي أكملها من بعده زينب الحوراء عليها السلام، وشاركت إمامنا زين العابدين في تلك المسؤولية الكبرى الملقاة على عاتقه. ولهذا لما بدأ أو تكونت مثل هذه القواعد التي تدين بالولاء
وجدنا الأئمة عليهم السلام كانوا يستقبلون الناس من أهل الورع وأهل التقوى وأهل العلم وأهل الدراية والمحبين والموالين. ولهذا إجا الإمام خصوصا في عصر الإمام الصادق عليه السلام، الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام كان من الأدوار اللي مارس، يقول لابد من توجيهات وإرشادات خصوصا التي تتعلق في توثيق العلائق المؤمنين مع بعضهم البعض. من ضمنها ما بدأنا به حديثنا، وهو الحديث الذي ورد عن إمامنا الصادق الذي يرسم من خلاله علاقة المؤمن وتوثيقها، عندما يقول: ما زار المسلم أخاه المسلم في الله ولله إلا وناداه الله: أيها الزائر طبت وطابت لك الجنة. يعني يمكن احنا اليوم علاقتنا ورؤيتنا لبعضنا البعض إخواني هذا شيء واقعي مقتصر على شنو؟ أشوفك وشوفني في المسجد، لكن مو دائما، تارة أنت في عمل، أنا مسافر، أنت في سوق، أنت في شغل، مقتصرة رؤيتنا على المآتم في المناسبات من مواليد من وفيات، مقتصرة على مراكز إسلامية كندوات كاجتماعات كاعتصامات وغير ذلك، أو كمسيرات أو في أسواق من باب الصدفة. الإمام يقول لا تقتصر على هالحالة، يقول حتى نريد نحافظ على الأخوة الإيمانية حتى نحارب كل هالحواجز التي تنصف في المجتمعات، يقول حتى نوثق العلاقات أكثر فأكثر، خلت تكون زياراتنا حتى من خلال بعضنا البعض في البيوتات، يعني أنت تزورني وأنا أزورك، هذا يزورك وهذا يزورك، هذا فلان هذا فلان. يقول الإمام لابد، ليش؟ لأن الإمام كان يؤكد على علاقة المؤمن بأخيه المؤمن، ويؤكد على أن يحمل أخاه المؤمن على خير، وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحمل أخاك المؤمن على 70 محمل. بعد وكان يدعو إلى عدم التخاصم، لما تكون هناك حالات تشنج أو انفصام في المجتمع كان يدعو إلى التبادر والإصلاح. هذا دور شلون يبني أول علاقة المؤمنين بعضهم البعض، ولما نبني مجتمع مؤمن مخلص ورع تقي وكون قلب صافي، بعد ذلك بكل سهولة ويس أستطيع أن أغرس في قلبه حب محمد وآل محمد. ليلة من ثقل ميزانكم شوية، وبالفعل يعني لما الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام انجي إلى الدور العظيم الذي عمل فيه على ربط واقعة كربلاء بالأمة، الإمام كان يركز على خطين كما ركز عليه الأئمة متوازيين، كل يتمم الآخر. الخط الأول هو الجانب الثقافي والفكري والفقهي إلى جانب العقيدة، والجانب الآخر يتمثل في إطفاء أحزان الطف وإبقاء واقعة كربلاء متقدة في النفوس مستعرة في القلوب. تلاحظ بعض كلمات الإمام الصادق، يقول: إن لقتل جدي الحسين حرارة في قلوب الشيعة لن تبرد أبدا. شلون أنا أقدر أخلي هالحرارة موجودة في قلبي؟ لما أتخلق بأخلاق الله وأخلاق أهل البيت، ولما أسير على الطريق الذي سار عليه الحسين والمثل والقيم والمبادئ الذي استشهد من أجلها الحسين. ولهذا أنت تارة واحد يقول: والله أنا ما أبكي على الحسين، ها؟ ما أشوف أتفاعل لما تذكر مصيبة الحسين. الواحد لما منه اليوم البكاء أو الحزن مو جاية بالدمعة، تارة بالحزن، تارة بشعار البدن، ها؟ تارة القلب يبكي على مصاب الحسين ومصاب أهل البيت. لكن إذا أنت مثل هالحالات اللي يشير إليها الأئمة ما تتوفر عندك، هذا عندك خلق، لابد ترجع لنفسك وتحاسب النفس وتسول على قولتنا عندك محاسبة من أول وجديد حتى أشوف الخلل وين والخطأ وين. ليش أنا ما أتفاعل؟ إذا كان رسول الله يبكي على الحسين قبل أن تجري عليه مصيبته في يوم ولادته، والكل يعرف، والإمام الصادق يركز على مسألة البكاء على سيد، وهي من الأدوار اللي كان يمارسها الإمام. يعني مو فقط مسألة البكاء، وإحنا نعرف والكلكم أنتم أبناء ماتم، ها، أبناء منابر. الروايات اللي تستند عليها خصوصا الأيام الأولى من 10 محرم الحرام أو في 40 في زيارة الحسين وغيرها، أكثرها تريد عن من؟ عن جعفر بن محمد الصادق في مسألة البكاء: من بكى أو تباكى. في
مصابنا ضمنت له على الله الجنة، أو من خرج من عينه بمقدار جناح الذبابة كنت أنا وأبائي شفعاء يوم القيامة. بعد حتى مسألة الماء، يمكن أنا وإنت نذكر الحسين في عاشوراء محرم في صفر، لكن مدار السنة لين نشرب الماء كل واحد منا يذكر الحسين. عود نفسك حتى الحسين ما يفارق خيالك. بعض الروايات تقول الإمام يصلي نافلة ويدخل واحد من أصحابه ويروح للقدح ويشرب الماء ويتوجه إلى كربلاء ويسلم على الحسين يقول السلام عليك يا أبا عبد الله. فرغ الإمام من النافلة يقول له يا هذا أعطيك ثواب نافلتي وتعطيني ثواب سلامك على جدي الحسين. الله أكبر. بعد ايش كان يسوي الإمام؟ الإمام كان أيضا يشجع الشعراء وأهل الرثاء والمنشدين في أن يرثوا الحسين. ولهذا شوف هنيئا اليوم اللي يفتح بيته لذكر الحسين وأهل البيت. والله وهي من المجربات يا مؤمن، يأتيه الخير أو يأتيه الرزق من حيث لا يشعر ولا يحتسب. تدر عليه الرزق وما يدري من وين هذا جاي، كل بركات الحسين. ولهذا كان الإمام شنو يسوي؟ ترى اللي أسس هالمآتم منه إمام المذهب، اللي أسس هالمنابر الإمام الصادق عليه السلام، حتى الناس ما تنسى واقعة كربلاء. ولما أنت تتجسد عندك هالحالات راح تتعرف على المبادئ والقيم التي قتل من أجلها الحسين، من أجل الإسلام، من أجل الدين، من أجل عزتك يا مؤمن. شلون الحسين رسم هالعزة وهالكرامة في قلوب الناس؟ فعليه. ولهذا شوف الإمام لم يفارق خياله الحسين ولا واقعة كربلاء، حتى لما أمر المنصور الدوانيقي بحرق دار الإمام، ها؟ وإجا الإمام يخمد النيران وهو يقول أنا ابن أعراق الثرى، أنا ابن إبراهيم خليل الله. يقول لما أخمدت النيران جلس الإمام حزينا باكيا كئيبا، دخلوا عليه مجموعة من أصحابه قالوا لي يا ابن رسول الله ليش هالبكاء وهالحزن؟ والنيران أخمدت ولم تصب بسوء، لا أنت ولا أهلك. قال لي يبكيني، يقول لما رأيت النيران وقد أضرمت في الدار نظرت إلى نسائي وبناتي يلذن ببعضهن البعض. يقول وين راح فكري؟ يقول راح فكري أو باني وتوجه قلبي إلى عمتي زينب في يوم عاشورة، لما أحرقت الخيام تذكرت خروج عمتي عماتي مع أخواتها وبنات جدي الحسين من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلى خباء، هذه تنادي ومحمدا، هذه تنادي وسيدا. ولهذا إمامكم إلى مثل هذه الليلة يا شيعة هو على فراش المنية. ولهذا يقولون استحب علماءنا فقهاءنا الأفعال هذه يجون بها. كثير من فقهاءنا لما تحضر المنية يؤمر بأحد ملازمين من طلبته من خطباء يقرأ مجلس على سيد الشهداء، يقولون لأن المؤمن والمحب للحسين يحضر له الحسين وقت خروج الروح، يحضر لي في قبره. ولهذا شوف الإمام يتقلب على فراشه وأولاده من حول هذا ينادي وأبتايا يلا 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 نوصل 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 وياك، ها هذا ينادي وإماما يلتفت إمامنا إلى ابنه الكاظم دموعه على خدوده يقول لأبويا إن كنت باكيا فابكي على مصاب جدك الحسين. آخ آخ جعفر الصادق على الفرش يجذب ونينا بالسم فتا ومهجته ومخضر له. أريدك يا مؤمن رحمك الله يا ملا عبد الرسول السهلاوي، أنت مو جعفري؟
أريدك تتصور بقلبك حال الإمام يا الجعفرية لو نظرت شلون حاله عالفريش يتقلب ومن حوله عيال ايه اريد جرى وياي ها هذي عن يمينه وهذي عن شمال هذي تحضنه وهذي يتقبل جبين اخ يا ويلي يا ويلي هذي تحضنا وهذه يتعدل وسادة وهذه تنادي حصل الفاجر مراد يمه الكاظم جالسو لازم فادة قل له يا ابويا خفف الوله علي هويلي يا بشعب تقلوبنا خفف الونا كلمات وين ونت عليك الهاشمي ما تقعد تشوف الحرم تصفي جراحات فالك عسى فالسلامة يا ضي العين وخليفة الباقر يعالج حر السموم ويصيح يا ابني بالسلامة وين أنا أقول ما يفيد في قلب الدواء واذكر المظلوم يوم وقع وبسهم قلبه موزع يقول لك تبكي بويا قال كيف لا أبكي وأنا أراك بهذه الحالة تقول أنيل مخضر اللون تتقلب يمينا وشمالا قال بني إن كنت باكيا فابكي على جدك الحسين يقول لبويا أنت الآن يمي إذا خرجت روحي راح تغمض عيوني راح توجهني على القبلة راح تسبل يدي وتمدد رجلي بني بني من الذي حضر عند جدك الحسين ما ينسى يا ابني غريب الغابرية وكبده بسهم مسموم طاحت من فريق ما تبعطش والماي مهرم مزجيه حرقه وخيامه وسلبه وحريمه وبني بعد اسمعها واخذ الاذن منك في هالبيت يقول وانا على فراشي فوق وساد خدي وانت لعب راسي وتمسح فوق كبدي اسمع لكن من اللي لزم كبد حسين جد اوالي وانا على فراشي وفوق وسام خندي وانت لعب راسي وتمسح فوق جبدي لكن من اللي لزم جبدي حسين جدي من غره الميه ومن غمض عيون انا اسالك يا مؤمن الليله انت جاي تعز منهم جاوبني من صاحبه العزاء صاحبه العزاء هي فاطمه انت وياها لو لا فاطمه اياك في الماتم ها لكن ما ادري وين قاعده بالوسط واقفه على راسك عند الباب تاره تنادي ومسمومه تارة تنادي ومظلومة يلا يمكن أبيات جديدة عليك الله يرحمك الناصري فاطمتين
تندب الأولاد دوم تصيح يا أولاد. هاي جوابك فاطمة تندب الأولاد. يلا يا شباب ها دوم تصيح. أول سم أبو إبراهيم ذوب مهجتي سمى واللي ضرب في المحراب سمى غدا في جسمه وكبد الحسن بالسمعة من طاحة أمي يمه وحسين بسهم مسموع أين المنادي وحسين وحسين بسهم مسموع من صابة جرب الدموع فاطمتين دبل الأولاد دوم تصيح يا أولاد. هاي مردك ها فاطم فاطمتين ايه دوم تصيح. سم ابني على السجاد محلي افتح شاه وين اللي يحبني يقوم على اولادي يولى وياه تفجعني يتام ابني ونسوانه تحل حداي والباخر بجنبه ينوح وقلبه من الحزن مجروح فاطمتين دبل بارك الله دوم تصيح. بعد مرة ها فاطمتين دوم تصيح والباقر أسمه جبدي من قبل جبد يتلوى وقذفها وصاح بولاده وني عنده يودعونا ويردحهم يندب عزوته وجده هل قلبه بسهم مجروحا يول ولا تشنق لفا هاد فاطمتين دبل دوم تصيح. بعد تذكر صاحب هالمصيبة هذه الليلة تاليها على الصادق جار الفاجر المنصوف وابني من التلويع أنواع القصص والجار تاليها على الصادق جار الغادر المنصور راوبني من التلويع أنواع القصص والجار سمى بالعنب ولا قلبه من الحزن المفتور هايا والكاظم لفى يمه وعن الصادق تعنى عن فاطمتين دوم تصيح. الله يا زهرة كم جنازة من بنينا تبقى بلا موارا وشفتيها بعين
والسبب كل من الذي سقاك ورث علينا الحزن والحسرات والنعم. ما أدري ليلة الزهراء شنو قلبها مجروح، تبكي على الكاظم، تبكي على الجواد، تبكي على الصادق، أم تبكي على الذي بقي ثلاثة أيام؟ واحد ثلاثة أيام فوق السطيح خلو بيت الدعاء. واحد على حمامي فوق الجسور دا وويلا اريد صرخها ويل وما وما غريب الغاضر يا بخيل يا ويل بخيل دا ما غسلوه ولا لفوه في كفن يا سهل مطالب نقضي حوائجنا حوائج المحتاجين اشف مرضانا فك أسرانا رد